موكب عاهل الأردن يصدم مواطن والملك عبد الله يترجاه، فما هي القصة؟ لم يكن العاهل الأردني يعلم أنه سيتعرض ذات يوم إلى موقف بهذا الحجم الذي ربما يجعل المملكة في خطر بالغ، فما حدث أمام المصطفين على جنبات الطريق في انتظار رؤية موكبه لا يصدقه عقل، أمر لا يتصوره أحد جسدته عدسات كاميرات هواتف المصطفين على جنبات الطريق والمصور الذي يرافق موكب الملك، فربما ما سيقدم عليه مصير البلاد يحولها إلى نقطة تغير مسارها كافة. لكن الأمر الأهم في الحدث أن المواطن الذي كان يعبر الطريق وصدمته إحدى السيارات في الموكب الملكي المهيب وقف أمام الملك وجها لوجه ليعلم ماذا سيفعل أبو الحسين من أجل ما أصابه، مواطن جعله القدر في لحظة فاصلة بتاريخ حياته، فالواقعة التي حدثت معه ربما سيظل يحكيها لأبنائه وأحفاده على مدار بقائه على ظهر المعمورة. ففي إحدى شوارع المملكة كان مواطن يعبر الطريق، لكن لحظة عبوره كان موكب الملك عبد الله يسير في طريقه إلى مكان ما، فيبدأ الحدث الأبرز باصطدام سيارة من الموكب هذا المواطن. ففجأة ودون سابق إنذار توقفت جميع المركبات وترجل الملك مسرعا حتى يطمئن على حياة المواطن ويرى ما حدث معه، فوجد أن هذا الرجل أصيب في رأسه بجرح عميق، فبمجرد ما أن رأى أبو الحسين المواطن أمام عينيه بدأ في إلقاء كلمات لم يكن هذا الرجل يتوقع أن يسمعها في يوم من أيام حياته. انت بخير، الف سلام عليك، بنفذ لك كل طلباتك، شو بتريد؟ لم يصدق الرجل ما وقع على اذنيه موقع المفاجاه المدهشه، فسيده يتلفظ بتلك الكلمات الحنونه من اجله، فاي ملك هذا الذي يريد ان يجعل مواطن يطلب منه اي طلب حتى ينفذه له نظرا لما حدث معه؟ لكن كلمات ابي الحسين لم تقف عند هذا الحد، فاسترسل إيش بدك؟ بخلي دكتور يروح معك على المستشفى، هل أصبحت بخير؟ فتلك الكلمات زادت حب المواطن لمولاه، بل إن الملك أمر المرافقين له والمسؤولين بالموكب أن يأخذوا اسم هذا المواطن ويقدموا له كل ما يريد، فضلا عن أنه سيحاسب ما فعل هذا بمواطن أردني. لكن الرجل المنبهر بما سمعه من سيده أراد أن يعبر عن امتنانه وشكره للملك، فبدأ في الرد على الملك: هد إيدك بوسها يا سيدي، مش عارف أقول لك إيه، أنا مش عايز حاجة غير إنك تكون بخير. لم يتوقع الملك هذا الرد من المواطن الذي يقف أمامه وهو أصابه ما أصابه، لكن على أي حال يبقى أمر واحد وهو الأهم: كيف وجدتم هذا التصرف من الملك عبد الله والمواطن البسيط؟